ودعونا نتابع مزيد من التفاصيل أكثر حول مشروع تنمية النوبة ومحافظة أسوان. وينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان. سيادة اللواء مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا في أون لايف. يعني ما أهم ما دار بين حضرتك وبين رئيس مجلس الوزراء اليوم والسادة الوزراء المعنيين حول تنمية محافظة أسوان؟ مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. والحقيقه النهارده طيب، يعني طبعا احنا ده مش ليس اول اجتماع مع السيد رئيس الوزراء تبع مشروعات اسوان، ولكن ده الاجتماعات دي مستمره ودائمه. يعني الغرض الاجتماع بتاع النهارده كان حضر الساده الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات، وزير الاستيراد وزير الاسكان، سيادة وزير الري، وزير التجاره والصناعه. احنا كنا بموضوعين اساسيين، يعني الموضوع الاولاني هو تبع المشروعات الانتاج في اسوان بصفه عامه، موقف التنفيذ بتاعها وايه اللي انتهى وايه اللي ما انتهاش. وكان ابرز الموضوعات اللي اتكلمنا فيها هو الوحدات السكنيه. اسوان فيها تقريبا حوالي 15,000 وحده سكنيه تتبني من يعني اكثر منهم حاجات من اكثر من 10 سنين وما كانتش خلصت. الحمد لله احنا خلال السنه اللي فاتت ده وبدانا من الشتاء اللي فات نسلم هذه الوحدات. حي الصداقه عندنا في مدينه اسوان، في اسوان الجديده، في توشكا، في نصر النوبه، في ضراو. فالحال يعني يمكن حوالي 13,000 وحده، 13,000 شويه ابتدينا نسلم فيهم من بدايه من الشتاء اللي فات، مستمرين دي التسليم. اخرهم اللي بدانا نسلم فيها 4920 وحده سكنيه في حي الصداقه، ده اللي بناهم هيئه الاوقاف بالتعاون مع المحافظه، وابتدى فعلا عملنا القرعه والناس ابتدوا يستلموا الوحدات السكنيه بتاعتهم. فده يمكن الموضوع الرئيسي في متابعه المشروعات اللي هي اللي جاري تنفيذها. يعني الجزء الثاني الرئيسي لهذا الاجتماع كان هو كان السيد رئيس الجمهوريه كان صدع على تخصيص 220 مليون جنيه من تحيا مصر لصالح اسوان والتركيز مع مشروعات مصر النوبه. والحقيقه احنا كنا عملنا مقترح بالتنسيق مع الوزارات المعنيه، ورئيس الوزراء ناقش معانا هذه المقترحات وامر ببعض التعديلات، ولكن كان جوهرها كله هو اللي احنا نهتم بالمشروعات اللي بتخدم اكبر عدد من المواطنين، والمشروعات اللي كانت بدات متوقفه نتيجه عدم وجود تخصيص قصات ماليه ليها. واحنا الحمد لله احنا كنا ده الاتجاه اللي كنا واخدينه. يمكن في بعض تعديلات بسيطه هتتم خلال الفتره اللي جايه، ان هنشيل بعض المشروعات، مش هنشيلها، هناخد لها فلوس من الموازنه، ولكن هنخلي صندوق تحيا مصر يعمل المشروعات الكبيره اللي مش ممكن تدبير فلوس ليها من الموازنه، بالذات المشروعات المتوقفه. و يعني خلال اسبوعين ان شاء الله، يعني الاسبوع الجاي هنجتمع مع انا عندي في المحافظه مع كل الجهات المعنيه بهذا الموضوع عشان نحدد هذه المشروعات ونبتدي فعلا التركيز على الارض اعتبارا من بدايه الاسبوع اللي بعد القادم ان شاء الله. هذا جزء مهم، الجزء الخاص بالدعم الذي تقدمه الدولة. طبعا كل محافظات الجمهورية محافظات مهمة، ولكن دائما الدولة يعني بتولي اهتمام خاص جدا سواء للمحافظات الحدودية أو المحافظات التي لها قيمة مضافة، سواء كان لها قيمة سياحية أو قيمة اقتصادية أو تجارية. ومحافظة أسوان واحدة من المحافظات اللي بتجمع بين أنها محافظة حدودية من جهة ومحافظة أيضا سياحية ولها قيمة من جهة. وطبعا حضرتك تعلم أنه حال السياحة إلى حد كبير متراجع حتى وان تعافى نسبيا. شكل الدعم اللي حضراتكم في محافظه اسوان بتلقوه من الدوله سواء من القياده السياسيه المباشره او من مجلس الوزراء؟ هو طبعا يعني طبعا هي يعني من مش من يعني حاجه غير مدبره، ولكن انا كنت بقول لحضرتك على الفرق عن الماشي الخمسه دلوقتي. الخبر الاولاني اتباع خمس رئيس الجمهوريه مع محافظ مطروح، والخبر الثاني اجتماع دولة السيد رئيس الوزراء مع محافظة أسوان. اعتقد ان الخيط الواصل بين هذين الخبرين ده بيعني كتير بالنسبه للمواطن وبالنسبه للسياحه. في يعني التوجيهات والتعليمات اللي اتقالت فيها كلها ماشيه بتصب في اتجاه السياحه والمحافظات الحدوديه والاهتمام بيهم. والحقيقه دي يعني حاجه من الحاجات اللي احنا بنلقى اهتمام كبير جدا جدا خمسه رئيس الجمهوريه ودولة السيد رئيس الوزراء، وبالتعاون مع الساده الوزراء بالكامل. يعني الحقيقه احنا يعني في دعم كبير للسياحه. احنا يمكن اقول لحضرتك ان احنا بنجهز دلوقتي بالتنسيق مع كل الوزارات المعنيه وخاصه وزاره السياحه وزاره الثقافه وزاره الاتصال وباقي الوزارات كلهم، بنجهز احتفاليه عالميه لامر بها السيد رئيس الجمهوريه بمناسبه مرور 200 عام على اكتشاف عمليه بسمبل.
والحقيقه احنا الاستعدادات قائمه على قدم الصواب. السيد رئيس الوزراء برضه ضمن الموضوعات اللي تابعها معانا النهارده بنستعد. انا كنت يوم الاثنين والثلاث امبارح وامبارح معايا سادة وكلاء الوزارات والمستشارات المعنيه بالكامل في الاسامبل ومرينا على المدينه بالكامل وحطينا تصور لعمل رفع الكفاءه في المدينه بالكامل عشان هذه الاحتفاليه تكون على مستوى عالي كبير ويعني ويحضرها شخصيات عالميه وهتبقى احتفاليه عالميه بنجهز لها دلوقتي وزاره السياحه وزاره الثقافه تصور هذه. فالدعم الدوله للسياحه الدعم لاي محافظه سياحيه هو دعم للسياحه. بالاضافه طبعا للحاجات الخصوصيه اللي بتكون بها وزاره السياحه زي موضوع الدعايه والاعلان زي موضوع التسويق. احنا في المحافظه في اجراءاتنا للحفاظ على البنيه التحتيه ورفع كفاءه المنشات والمياه والصرف الصحي والمسافات الطبيه كل دوت صالح دعم السياحه. واضح. بشكر حضرتك سياده اللواء مجدي حجازي محافظ اسوان، شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف.